في دولة قطر الحمد لله عدد الحالات ما زال منخفض، تم تشخيص 12 حالة حتى الآن. جميع هذه الحالات من الناس الذين قدموا في الآونة الأخيرة من جمهورية إيران الإسلامية، والذين تم وضعهم تحت المراقبة الصحية لفترة الأسبوعين، وتم من الكشوفات المخبرية التي تعملها وزارة الصحة بشكل منتظم ومتكرر تبين إصابتهم بهذا الفيروس حتى قبل ظهور الأعراض، وهذا شيء مطمئن، يعني تم تشخيصه في مراحله المبكرة. وجميع هؤلاء الاثني عشر من المصابين بالفيروس يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية، جميعهم وضعهم الصحي والحمد لله مستقر جدا. وراح أتوقف عند هذه النقطة. حقيقة إحنا يهمنا جدا في الوقت الحالي إن نأكد على الشفافية مع الجمهور وتفهم الوضع الحالي. إحنا الحمد لله يعني نشكر الله إن كان القرار سليم في عمل الحجر الصحي على الأخوان اللي جاي من دول خارجية، وأظهر إن هذا الحجر له فائدة إن كشفنا الحالات مبكرا وحمينا المجتمع من انتشار هذه الحالات. ونشكر المجتمع القطري والمواطنين وغير المواطنين اللي تفهموا الحجر الصحي وأهميته حاليا لحماية البلد من انتشار الوباء كما حدث في دول أخرى. لاحظنا الحمد لله إن حاليا في حالات، ولكن في أشياء مبشرة إنه مو بالكل يعني قد يحصل العدوى إذا مشى على التطبيق اللي طلبناه منه. نجد الحمد لله كثير ناس من اللي محجور عليهم ما وصل لهم المرض، لأن تطبيقات الإجراء كانت جيدة وطبقوها الناس إن شاء الله في غالب الوقت بحذافيرها. وإحنا نرجو من هنا هذا المنبر أيضا نأكد إنه في مؤشرات عامة إن في بعض الدول عندها حالات كثيرة ولكن ما عندها وفيات. إذا هذا الوصول إلى التشخيص الحالة بسرعة وعالجتها ممكن يؤدي إلى عدم وفيات في الدولة. ونأكد بعد نوعا ما في قلق كثير من الأمهات على الأطفال وعلى كذا. إحنا نرصد حالات الأطفال في العالم، والحمد لله حتى الآن ما وجدنا حالات يعني وفيات تحت 10 سنوات مثبتة، حالات قليلة جدا تحت 20 سنة. وهذا الناس يسألون عن موضوع التعليم، إحنا حريصين في متابعة الوضع عالميا، وإذا احتاجنا شيء نأخذ قرار بالنسبة للمدارس حيكون بالتنسيق مع الجهات العليا وزارة التربية والتعليم. وأطمنكم أن في خطط في هذا المجال لو احتجناها، ولكن حاليا الوضع في دولة قطر ما يناسبنا أن نسوي مثل دول أخرى، لأن الوضع حاليا لا يستدعي ذلك. أحب أؤكد أن حتى الآن قمنا بفحص إجراء تقريبا 3100 فحص مخبري على العديد من الناس اللي داخل البلد، وأيضا على القادمين من الدول المبوءة اللي هم تحت الحجر الصحي، ولم يتأكد الإصابة إلا في هؤلاء 12 شخص. فهذا الحمد لله شيء مطمئن، من أكثر من 3000 فحص لم نكتشف إلا 12 حالة. كما أن احنا ننصح بتجنب السفر الغير ضروري إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس. بعض الدول الأخرى ما فيها تقارير جيدة عن مدى انتشار الفيروس فيها، غالبا الدول اللي تكون البنية التحتية الصحية فيها ضعيفة. فإحنا أيضا إذا ما كان في سفر ضروري أن الواحد يتجنب السفر لهذه الدول. إجراءات اللي تم اتخاذها طبعا في منافذ الدولة تشمل الفحص الحراري على جميع الركاب المسافرين، وأيضا تفعيل عيادة المطار. طبعا تقريبا متوسط عدد المسافرين اللي تم الفحص عليهم وفي عيادة المطار حوالي 800 إلى 900 شخص يوميا، بالإضافة لأجهزة الكاميرات الحرارية تفحص يعني متوسط تقريبا من 8000 إلى 10000 راكب قادم إلى دولة قطر. وأيضا نفحص المسافرين اللي يصلون من وجهات تعتبر فيها انتشار المرض. فجميع الركاب الطائرات القادمة من كوريا الجنوبية وإيران يتم الفحص الحراري، تطبيق الفحص الحراري عليهم في المطار للتأكد من سلامتهم. بالنسبة لإجراءات الحجر الصحي، طبعا هي إجراءات فعالة ومهمة ضرورية لأن لمنع انتشار المرض في المجتمع، وأثبتت كفاءتها
حيث ان الحالات اللي ظهرت عندنا هم كانوا مسافرين وكانوا تم احتوائهم في الحجر الصحي. ونشكر طبعا جميع سواء المواطنين او المقيمين اللي تم ادخالهم الحجر الصحي لتعاونهم وتفهمهم اهميه يعني البقاء في الحجر الصحي، ذلك لمصلحتهم وضمان سلامه افراد اسرهم والمجتمع ككل. خلال الحجر الصحي نود ان ناكد ان من ضمن الاجراءات هي تطبق عليهم الكشف الدوري. هناك كشف دوري على جميع المقيمين في الحجر الصحي يوميا، يتم قياس حرارتهم واذا كان عندهم اي اعراض، بالاضافه ان احنا نجمع منهم ناخذ منهم مسحات، هذه تبين اذا كان حد فيهم حامل للمرض او انه مصاب بالمرض. وطبعا هذه اثبتت ايضا كفاءتها واهميتها، لان الفحص الدوري في الحجر تبين ان بعض الاشخاص فعلا كانوا مصابين وتم نقلهم مباشره الى مركز الامراض التقليديه لتلقي العلاج، وتم التاكد ان من جميع المخالطين معهم انهم ما عندهم اي اعراض او انهم تم انتقال العدوى لهم. بالنسبه للكمامات يعني احنا دائما نكررها، الكمامات هي لها استخدامات محدده مثل ما ذكرتها منظمه الصحه العالميه. الكمام يعني ممكن يستخدم للطاقم الطبي لمنع انتقال العدوى، طبعا حمايتهم حمايه المرضى، في نفس الوقت ممكن يستخدم للشخص اللي تظهر عليه اعراض عدوى او ارتفاع حراره على اساس انه يحمي غيره في المنزل، والاشخاص اللي يكونون في المنزل ممكن يتعرضون للاختلاط ب يعني اشخاص مصابين داخل المنزل. يعني زياده في الحرص في تحري اي حالات قد يعني تكون في المجتمع بتكثيف عدد من يشملهم الفحوصات في بالنسبه للفيروس، فاي شخص من المجتمع قادم من الدول اللي موبوءه وذهب الى المركز الصحي او الى الطوارئ وعنده حرارته في الحراره وكحه يتم تلقائيا فحصه عن الفيروس، حتى لو الطبيب ما طلب هذا الفحص، لما تروح لعينه للمختبر يتم اجراء الفحص تلقائيا، ولهذا السبب اصبح العدد الحالات اللي فحصناها تجاوز 3000، لان ما زلنا في حال الترصد والكشف المبكر لاي حاله، واذا تم اكتشاف حاله يتم عزلها فورا ويتم فحص المخالطين بسرعه كبيره ووضعهم في الحجر الصحي. وراح اتوقف عند النقطه واعطي. ومن الصعب التكهن يعني بالفتره، هل هو راح يستمر حتى الصيف او بعد الصيف او حتى نهايه العام؟ من الصعب التكهن، لكن منظمة الصحة العالمية تعتقد أنه الاحتمال وارد أنه يستمر حتى فترة الصيف، لكن إحنا نتأمل أنه يعني أنه يخف في فترة الصيف. في بعض التكهنات أنه هذا مرض من أمراض الشتاء وقد يقل في الصيف، نتأمل ذلك، لكن حتى الآن يعني لا يوجد مؤشر على أنه يعني أن سرعته بدأت تنخفض. بالنسبة لموضوع المدارس، احنا نراقب الوضع عالميا حاليا، واحنا الحمد لله حاليا دولة قطر ما اثبت فيها اي حالة في المجتمع، فما في حاليا اي فرصة يعني حالي حدا مثبتة لاي مخاطر على اطفالنا اللي في المدارس. وبالنسبة لدول اخرى عندهم ارقام مختلفة عن ارقامنا، ظروف مختلفة، المرض موجود في المجتمع قد يكون، احنا مش حاليا مش موجود في المجتمع. فحاليا احنا نقول ان ما وجدنا اي سبب يدعو لاغلاق المدارس في الوقت الحالي، وهناك تنسيق مع التعليم مع الجهات العليا اذا احتجنا ان نغلق المدارس كيف الاليه بحيث ان ابناء ما يتضررون واحتماليه انهم يدرسون من البيت لو احتاجوا، فهذا كله في 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 عين الاعتبار، وعندنا خطط بديله وسيناريوهات جاهزه لو احتجناها، لكن حاليا نفضل ان الامور تمشي كما هي عليه ما دام ما في اي مؤشرات لشيء اخر. شكرا على السؤال. بالنسبة للقادمين من دول موبوءة وإذا كانوا هم طلعوا ويعني أتموا فترة 14 يوم في دولة لم تصنف منها من ضمن الدول التي يطبق عليها إجراءات العزل أو الحجر الصحي، فطبعا يمكنها دخول البلاد، واحنا في عياده المطار يتم تقييم المسافر، اذا ما كانت عنده اي اعراض مرضيه او ارتفاع في درجه الحراره فيسمح له بالدخول ولا يطبق عليه اجراء الحجر الصحي. نعم، بالنسبه للطرود
الطرود اللي قد تأتي من الدول الموبوءة. منظمة الصحة العالمية تقول لا داعي للقلق لأنه لم يثبت حتى الآن انتقال الفيروسات عن طريق الطرود. أيضا هذا موقف مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، وهذا أيضا موقف وزارة الصحة بدولة قطر حتى الآن، أنه لا يعني يوجد داعي للقلق من ناحية الطرود. بس إحنا بشكل عام ننصح أي شخص يتعامل مع أي طرود يجي في العمل أو في المنزل بعد ما يتخلص من الغلاف الخارجي أو العلبة أنه يغسل يدينا بالماء والصابون ويستخدم الكحول. يختلف من بالنسبة لل يعني متى نقدر نقول أن المريض شفي وأنه يعني خرج من يعني نطاق الخطر. بشكل عام الشباب سن الشباب إذا أصابهم الفيروس تكون إصابتهم خفيفة جدا ويظلون في بأعراض خفيفة أو بدون أعراض حتى يتخلص جسمهم من الفيروس. يعني إذا عدت الفترة أسبوعين والمريض ما زال مستقر فيعني نسبة احتمال إنه يعني يتخلص من الفيروس ويكون في شفاء تام نسبة عالية جدا. لكن احنا الجزء من يعني الاشياء اللي نعملها لما يكون المريض في العزل هو مراقبه حالته فيما حيث اذا لا سمح الله راح تدهور حالته، حيث اذا تدهورت حالته قد يكون يحتاج الى علاج مكثف اكثر. هذا واحد من الاشياء اللي نعملها هي المتابعه اليوميه للمصابين للتاكد من عدم تدهور حالتهم، لكن احب ان اؤكد ان 80% تقريبا او شويه اكثر ما تدهور حالتهم. تكون أعراضهم خفيفة جداً كأنه مصاب بزكام أو قد يكون ما عنده أعراض. وبعد أسبوعين إحنا نعمل فحص أيضاً كل عدة أيام نعمل فحص نشوف هل ما زال الفيروس موجود أو لا. في نهاية الأسبوعين إذا كان الوضع المريض الصحي مطمئن نعيد الفحص المخبري ونشوف إذا تأكد أن الفيروس اختفى نكرر الفحص مرتين قبل أن نقرر أن يعني المريض يستطيع أن يخرج من المستشفى. فيما يتعلق بالمعلومات المغلوطة والمس انفورميشن هناك الكثير من المعلومات الضارة اللي تنتقل بسرعة اللي نسميها فايرال يعني سبيد من خلال السوشيال ميديا بسرعة كبيرة جدا وضررها كبير قد يكون على المجتمع. يعني فإحنا نصيحتنا إنه عدم الإصغاء والإنصات أو الالتفات لهذه المعلومات إذا ما كان في مصدر ثقة يعني طلع هذا الخبر. إذا جاتك معلومة سواء عن انتشار فيروس في مكان أو أن هذا العلاج فعال لابد أن يكون في مصدر رسمي ذكر هالشيء، مثل إعلان وزارة الصحة أو مجلة طبية معروفة يقول أن هذا العلاج نافع. عدا ذلك يجب عدم الالتفات إليها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية سواء كانت صفحة وزارة الصحة الموقع الإلكتروني أو السوشيال ميديا لوزارة الصحة أو لمؤسسة الحمى الطبية أو الرعاية الصحية الأولية أو الجهات الرسمية الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون الآن يعني إحنا لما جمعنا الحجر الصحي وسألون الناس هل في حالات داخل قلنا ما نقدر نعرف خلال أسبوعين لما حجرنا الناس، وخلال الحجر هذا حجرنا مئات الحالات وحتى الآن الحمد يعني في 10 أيام ما خرجت غير 12 حالة. بالنسبة للمجتمع احتمالية المجتمع هي احتمالية حاليا ضئيلة ولكن ممكنة، وإحنا من هذا المنبر عندنا مهم جدا أن الناس تعلم أن إحنا ماخذين إجراءات أكثر إجراءات الممكنة لمنع دخول المرض، ولكن أحيانا في بعض الدول ما صرحت أن عندها حالات في بعض الدول أو كذا، قد يحدث لا سمح الله قد يحدث حالة أنها تظهر في المجتمع، ولكن إحنا عندنا الفريق جاهز على هبة استعداد للتعامل مع أي حالة مباشرة. وإحنا هنا بنحيي جميع المجتمع الخطري اللي بنحييه لأن الناس اللي دخلوا الحجر الصحي قدروا الموقف وخدموا بلدهم ومجتمعهم بأنهم صبروا على الحجر الصحي هذا، وإحنا نحاول نقدم أفضل ما عندنا من الإنتاجية يعني وخدمات، وفي نفس الوقت نقدر أهل المريض اللي أقنعوه أيضا للدخول بشكل وصبرة على هذا الموضوع، وأيضا نقدر الناس اللي بلغونا عن بعض الحالات اللي مش راضي تقتنع وزرناها واقتنعت وجات معانا. نبغي هذا الشيء يكون احنا نعتمد على هذا الشيء جدا، لا سمح الله لو حصلت حاله ان شخص يجي بنفسه او اهله يبلغون عنه او في نفس الوقت ان حد من الجيران او الناس اللي عندهم في الحي ولا في الفريج يبلغونه ان عشان نتعامل مع الحاله هذه ونقللها ويصبروا علينا. الناس اللي احتكوا في المريض هذا لا سمح الله لازم يصبروا علينا انه يكون معانا في الحجر نفحصهم مره ثانيه نطمئن على حالتهم. هاي نبي الجميع يكون متعاون في هذه النقطه. شكرا.
للآن يعني ما عندنا وقت محدد، لأن هذه الأشياء لازم تشترى يعني من الخارج ويتم توزيعها. لكن في نفس الوقت أحب أؤكد أن الكمامات هذه ليست بالضرورة فعالة في حماية الأفراد من التقاط الفيروس، لأنها قد تعطي إحساس كاذب أن الشخص محمي وأنه خلاص يقدر يلمس أي شيء، ما يحتاج يغسل يده، يقدر يلمس عينه وهو برا، خلاص الكمام موجود. وأيضا ما ننسى أن العيون ممكن تكون يعني مصدر الفيروس أنه يدخل، الكمام يغطي الأنف والفم. وأيضا الكمام يعني إذا ظل على الوجه فترة طويلة يرطب، وقد تتجمع فيه بالجراثيم والفيروسات. وإحنا بنأكد أكثر إشاعة مؤذية من حد من بدأ هذا الموضوع، كان أكثر إشاعة إنك كل يوم يخرج إنك في حالة، طبعًا. يعني كل يوم يقولك إنك في حالة في مدرسة، في مستشفى، في منطقة، وكل يوم يطلعون مثال مثلًا. أرجو إن الجميع صار عنده وعي إن الموقع الرسمي هو وزارة الصحة وفي شفافية، وأرجو عدم الرد على أي شيء غير على موقع الوزارة. أي أول ما تكون إشاعة روح موقع الوزارة، إذا ما في شيء يعني ما في حاجة. يعني أشير على نقطة، يعني بالنسبة للمدارس وتخوف الأهالي، احنا طبعا نقدر تخوفهم، ودنا نأكد ان حتى الحالات اللي تم تسجيلها في قطر ما كان بينها اي حالات في فئة طبعا الأطفال. والدراسات تشير اللي تم نشرها ان فئة الشباب يعني اللي عمرهم اقل من 22 سنة وأطفال نسبة العدوى بينهم قليلة جدا، وحتى لو يعني اصابتهم العدوى فتكون في الغالب هي طبعا مرض خفيف ما يؤدي إلى أي مضاعفات أو حدوث لقد وفاة، أي حالة وفاة لا قدر الله. فإحنا هذا أيضا شيء مطمئن بالنسبة لنا، أن المرض يعني يختلف عن العدوى النفسية مثل الإنفلونزا. إحنا الإنفلونزا يعني أغلب الحالات بين فئة الأطفال، لكن هذا المرض يختلف، وهذا الشيء يعني بالنسبة لنا مطمئن. فإحنا نطمنهم أن إن شاء الله يعني يعني حتى لو صارت حالات يعني في دولة قطر لا قدر الله، راح يكون إن شاء الله بالنسبة لفئة الأطفال يعني تكون العدوى خفيفة. في لبنان تقريباً عن 16 حالة أعتقد. هو قرار إدراج دول في من ضمن قائمة من ينطبق عليهم الحجر الصحي يعتمد على مدى انتشار الحالات وعددها بالنسبة لكثافة السكان بحجم لبنان. حاليا المؤشرات تبين انها صح خارج الانتشار، بس مش بطريق يعني منتشر وانتشار واسع جدا. في نفس الوقت اللي صعب الامور انه قد لا يكون هناك عدد كافي من الفحوصات التي يتم اجراها في هذه الدول حتى تكون هناك معلومات جيده الواحد يقدر يعتمد عليها في اتخاذ مثل هذه القرارات. دول مثل كوريا والدول اللي فيها البنية التحتية قوية عندهم قدرة ان يكتشفون معظم الحالات وبسرعة، لكن في بعض الدول في شرق المتوسط ويعني في منطقتنا قد ما يكون عندهم القدرة على فعل ذلك. فهذا يخلي يعني هناك قلق، هل هناك فعلا في انتشار اكثر من الحالات المكتشفة، وهل من الافضل تطبيق اجراءات صارمة اكثر فيما يتعلق قادمين من هذه الدول. فهذا الكلام هو الحال يتم تدارسه وتداوله في أروقة وزارة الصحة في اللجان المختلفة، وسيتم يعني وهذا الشيء بشكل يومي يتم في وزارة الصحة مراجعة الدول ومدى انتشارها في هذه الدول، وهل يجب أن نطبق إجراءات جديدة. فالآن في نقاش قائم في وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وسوف يتم اتخاذ أي إجراءات يعني مناسبة في هذا الصدد إن شاء الله. دروس إيجابية في دول تعلمنا منها، لأن عندها كان دروس يمكن سلبية. مراقبة كل حالة في كثف يطلع لي استنتاجات نأخذ عليها قرارات الأسبوع القادم إن شاء الله. إحنا نعلم إن ما يناسبنا الدول ما عندها ضعف بنية تحتية، لازم ناخذ بعين الاعتبار ونكون حريصين اكثر. احنا الحين نتعلم بعض الدروس الايجابيه، مثلا ان الصين كانت اكثر حالات، ولكن الحالات الحين في انخفاض معين، يعني هذا يعطينا ايجابيه ان ما اصعب الظروف اللي مرت فيها الصين، ولكنها بدات تحتوي المرض. وجدنا الحالات في سنغافوره بدات ثم قلت. نوجد ان مثلا السفن البحريه حصل فيها حالات، ولكن الحين البروتوكولات الحاليه
ما شفنا شيء جديد في السفن خرج، وبنفس الوقت حبينا نطمن الناس دولة قطر الحين حريصة على السفن السياحية حنكتفي فيها في الوقت الحالي، ونشوف السنة الجاية نقيم الوضع السفن السياحية اللي بتجي على دولة قطر بنكون عليها بروتوكول عالي لا سمح الله لو دخلت الدولة إنها ما يحدث فيها أي حالات. فكل دولة قاعدة تتعلم منها درس، ولا هذا حديث لها بقية في المرة القادمة إن شاء الله. حتى الآن الحمد لله المصابين بالفيروس إما أعراضهم خفيفة جدا أو لا تجدد أعراضهم، بالرغم من ذلك إحنا نعطيهم علاج عن الفيروس حتى نقطع على الفيروس احتمال يعني إنه يصبح أشد. الأدوية المستخدمة حاليا ليست يعني مخصصة لهذا الفيروس، لأن لا يوجد حتى الآن دواء مخصص ضد هذا الفيروس، لأن الفيروس جديد. ضد هذا الفيروس الفعالة ضد هذا الفيروس بالذات ما زالت تحت التجربة في الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم الترخيص لها، لكن في بعض المعلومات الطبية التي وردت من الصين ومن بعض الدول الأخرى أن عندما استخدموا هذه الأدوية المضادة للفيروسات أو مضادة لبعض الطفيليات لقوا أنها فعالة ضد الفيروس، وأن اللي استخدوا هذا الدواء تشافوا أسرع من غيره. فإحنا نستخدم هذه الأدوية وحتى الآن الحمد لله يعني جميع المصابين وضعهم الصحي مطمئن، يعني ما لا توجد عليهم بوادر خطر. فإحنا متفائلين، بس ما نقدر نقول لهم شفوا إلا إذا لقينا أن أصبحت عينات المخبرية اللي ناخذها على الجهاز التنفسي أصبحت سلبية، تغير من فيروس إيجابي للفيروس إلى سلبي على الأقل مرتين، وهذا قد يحتاج إلى أسبوعين أو أكثر. فإحنا يعني في خلال فترة نتمنى أن فترة الأسبوعين يخلصون من الفيروس بمناعتهم وبالعلاج اللي ناخذه.